السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اصور المعروض على شاشة الكمبيوتر بتاعتي؟ يعني اللي انا شايفه على الكمبيوتر ازاي اصوره؟ لو جبنا صورة الكيبورد، دي الكيبورد القياسية او المثالية. لو جبنا الصورة ديت وبصينا عليها هنلاقي فيه هنا زرار اسمه برنت سكرين. البرنت سكرين ده هو اللي بيقوم بالوظيفة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي ايه؟ تصوير شاشة الكمبيوتر. طيب نجرب بقى. لو ضغطنا على برنت سكرين ده بعد ما عرضنا حاجة معينة، وليكن هنفتح مثلا النيتورك ديت ونضغط على برنت سكرين. انا دلوقتي ضغطت على برنت سكرين، حلو. دلوقتي الجهاز وقفلت الحاجة اللي انا كنت فاتحها. دلوقتي الجهاز صور الصورة، عايزين نفتحها بقى. نروح ندور على برنامج اسمه ام اس بينت اللي هو ايه؟ الرسام. اضغط على الرسام واعمل هنا كنترول في، هلاقي الحاجه اللي كانت معروضه وقت ما انا ضغطت على الزر بتاع البرنت سكرين موجوده قدامي. هاجي من هنا واعمل سيف اس واختار الامتداد بتاعها، اسميها مثلا 1 وسيف على الديسكتوب. هي معروضة قدامي في صورة، يبقى انا كده صورت اللي معروض قدامي على الجهاز بتاعي، وده بيكون مفيد جدا في حل مشاكل الكمبيوتر. لو انت عايز تستفسر عن اي مشكلة، عن اي حاجة بتحصل لك على الجهاز بتاعك وما انتش عارف تشرح ايه اللي موجود قدامك، بتصوره بتقول لفلان الصورة قدامك هي دي المشكلة اللي موجودة عندي على الجهاز. وبكده نكون عرفنا تصوير المعروض على الجهاز. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.